السلام عليكم. المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على الجزء الثاني من الهيومنال اميونيتي، هنتكلم فيه على إزاي بيحصل اكتيفيشن للبي لينفوسايت، وهنبدأ في جزء في الميونوجلوبين. الجزء اللي بعد كده ده مهم جدا جدا ومحتاج تركيز كويس قوي، اللي هو ازاي بيحصل بقى activation of B cell. بشكل عام قاعدة عامة كده، في البي والتي لينفوسايت عشان يحصل لها activation بتحتاج ل two signals. ال two signals دول، واحدة السيجنال الأولانية اللي هي specific signal، والسيجنال التانية اللي هي سيجنال مساعدة للأولانية اللي بقول عليها co-stimulatory signal. لازم الاتنين دول، من غير واحدة فيهم مش هيحصل الاكتيفيشن. السبيسيفيك سيجنال، من اسمها سبيسيفيك يبقى دي بتضمن السبيسيفيسيتي اوف اكتيفيشن، ان مش هيحصل اكتيفيشن غير للبي او تي سيلز اللي هي سبيسيفيك للانتيجين اللي داخل. ودي بتحصل بانه يبقى في سبيسيفيك انتيجين هيمسك في البي سيل ريسبتور او التي سيل ريسبتور، وزي ما اتفقنا انه في حاله التي سيل لازم الانتيجين ده يكون بروتين، ولازم يكون بريزنتد بانتيجين بريزنتنج سيل على ام اتش سي اللي احنا قلنا هتبقوا تاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في السيل ميديتد اميونيتي. السكند سيجنال اللي هي الكو ستيمولاتوري او المساعده في عمليه الاستيميوليشن، اللي هي عن طريق انه يحصل انجيجمنت للكو ستيمولاتوري مولكيولز. مولكيولز موجوده على سطح البي او التي سيل، تمسك في مولكيولز موجوده على الخليه الثانيه اللي هتعمل لها اكتيفيشن، فتدي سيجنال مساعده في عمليه الاكتيفيشن. ودي بتختلف في البي عن التي سيل ايه هي الكوستيميلاتري سيجنالز المهمه للاكتيفيشن، وهنحكي عنها بالتفصيل. زائد كمان في السيتوكاينز، دي ممكن برضو بيبقى ليها دور في عمليه الاكتيفيشن. طيب بيحصل ازاي اكتيفيشن للبي سيلز؟ في عندي طريقتين للاكتيفيشن اوف بي سيلز حسب نوع الانتيجين. يعني البروتين انتيجينز عشان تقدر تعمل اكتيفيشن البي سيلز بتحتاج للتي سيل هيلب، ما هنا جت اسم الهيلبر تي سيلز ان هي هيلب البي سيل اكتيفيشن. فعلشان يحصل اكتيفيشن هنا للبي سيلز لازم يحصل الاول اكتيفيشن للتي سيل، والتي سيل تدي سيجنالز للبي سيل عشان يحصل لها اكتيفيشن. عشان كده بسمي الانتيجينز دي تي سيل ديبندنت انتيجين. وبما اننا قلنا انه لازم يحصل اكتيفيشن للتي سيل الاول، فيبقى الانتيجين هي نوع بروتين، لان احنا قلنا ان البروتينز بس هي اللي بتقدر تعمل اكتيفيشن للتي سيل. وفي نوع تاني من الانتيجينز ما بيحتاجش للتي سيل هيلب، اللي هو زي البوليساكرايد والليبيدز، وهنتكلم بالتفصيل على السيجنالز اللي محتاجاها للاكتيفيشن في التو تايبس اوف انتيجينز اللي احنا قلنا عليه. اول نوع من الانتيجينز اللي بتعمل اكتيفيشن للبي سيلز اللي هي تي سيل ديبندنت انتيجينز، وزي ما اتفقنا دي عبارة عن بروتين انتيجينز، لازم تعمل اكتيفيشن الاول للتي سيلز عشان التي سيلز تقدر ان هي تساعد البي سيلز انه يحصل لها اكتيفيشن. عشان كده بسميها تي سيل ديبندنت انتيجينز. زي ما انتم شايفين في الصورة، في الاول بيحصل تي سيل اكتيفيشن، دي الايرلي ايفنتس اللي بتحصل في الاكتيفيشن، انه الانتيجين بيمسك في الاول في الريسبتور اللي موجود على البي سيلز اللي هو البي سيل ريسبتور. بعد كده يحصل له internalization، يعني الريسبتور بالانتيجين اللي ماسك فيه يخش جوه البي سيل، الانتيجين ده يتكسر لبيبتايد فراجمنتس، البيبتايد يطلع بعد كده presented على السيرفيس بتاع البي سيل للتي لينفوسايتس. presented مع ايه؟ زي ما اتفقنا انه الحاجه اللي بيتقدم عليها الانتيجين بالانتيجين presenting سيل للتي سيلز اللي هو الام اتش سي. اعتقدوا ان في نوعين، في ام اتش سي كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 2 بيقدم الانتيجينز اللي هي اكسترا سيلولر اللي هي كانت موجوده بره الخليه وخدتها الانتيجين بريزنتنج سيل وعملت لها بروسيسنج وطلعتها على السطح بتاعها، هتطلع مع ام اتش سي كلاس 2. فعشان كده الام اتش سي كلاس 2 ده بنلاقيه موجود على كل الانتيجين بريزنتنج سيل. الام اتش سي كلاس 1 بيبقى presenting الانتيجينز اللي هي intracellular، زي مثلا في حالة اللي هو الفيروس infected cells او tumor cells، الانتيجين اصلا السورس بتاعه من جوه الخلية، مش انتيجين برا وخدته السيل وعملت له processing presentation وطلع بعد كده مع ال MHC class 1. فال MHC class 2 بتقدم ال extracellular antigens، وال MHC class 1 بتقدم ال intracellular antigens. فهنا انا بتكلم على extracellular antigen مسك في البي سيل ريسبتور، حصل internalization للانتيجين مع الريسبتور، الانتيجين حصل له بروسيسنج واداني بيبتايد صغيره، البيبتايد ده هيبقى
presented بالMHC class 2 للT helper cells عشان يعمل لها activation. زي ما اتفقنا انه عشان يحصل activation للبي او T cell انا محتاجة لتو signal. هنا بالنسبة للactivation بتاع T cell هي خدت السيجنال الاولانية اللي هي عبارة عن انه في بيبتايد متقدم لها على البي سيل اللي هي الانتجن بريزنتنج سيل مع الام اتش سي كلاس 2، يبقى كده انتجن بلس كلاس 2 ام اتش سي انتجن كومبلكس. كده التي سيل خدت اول سيجنال للاكتيفيشن. السيجنال الثانيه اللي هي الاولانيه قلنا اللي هي السبيسيفيك سيجنال، السيجنال الثانيه بتبقى الكو ستيميلاتوري سيجنال جايه من الانجيجمنت او انه الكو ستيميلاتوري موليكيولز تمسك في بعض. بالنسبه هنا للتي سيل اكتيفيشن وركز قوي على اني بتكلم على تي سيل اكتيفيشن، لسه ما دخلتش في البي سيل اكتيفيشن عشان بتلخبطوا ما بين الكوستيميلاتوري موليكيولز وبعضها. هنا عشان يحصل تي سيل اكتيفيشن السكند سيجنال بتبقى عباره عن انه البي 7 الموجود على البي سيل يمسك في السي دي 28 الموجود على التي سيل فيدي سيجنال ثانيه للتي سيلز عشان يحصل لها اكتيفيشن. يبقى انا عندي تو سيجنالز، السيجنال الاولانيه اللي هي سبيسيفيك سيجنال هي عباره عن انتيجين بريزنتد مع ام اتش سي كلاس 2 على البي سيل للتي سيل، دي اول سيجنال. والسيجنال الثانيه اللي هي كوستيميلاتوري او السيجنال المساعده اللي هي عباره عن انه البي 7 اللي على البي سيل يمسك في السي دي 28 الموجود على التي سيل ويدي السيجنال الثانيه للاكتيفيشن. ده الاكتيفيشن كده حصل بتاع التي سيل لما الانتيجين مسك في البي سيل ريسبتور الموجود على البي سيل. عايزين نشوف بقى ازاي بيحصل بعد كده الاكتيفيشن بتاع البي سيل. يبقى انا عندي كده التي سيل حصل لها اكتيفيشن بانه الانتيجين مسك زي ما اتفقنا في البي سيل اللي هو البروتين انتيجين، قدمته ل على الام اتش سي كلاس 2 للتي سيل واديتها الكوستيميلاتوري سيجنال الثانيه اللي هي البي 7 مسكت في السي دي 28 اللي على التي سيل. كده حصل اكتيفيشن للتي سيل وتقدر ان هي تو هيلب البي سيل ان هي يحصل لها اكتيفيشن. عشان البي سيل بقى يحصل لها اكتيفيشن انا برضو محتاجه زي ما اتفقنا لتو سيجنالز، سبيسيفيك سيجنال اند كوستيميلاتوري سيجنال. سبيسيفيك سيجنال دي اللي هي مين؟ اللي هي زي ما قلنا قبل كده انتيجين بايندينج للبي سيل ريسبتور، وده كان حصل من الاول انه الانتيجين مسك في البي سيل ريسبتور. هي كان ناقصها السيجنال الثانيه اللي هي الكوستيميلاتوري سيجنال اللي كان هيقدمها لها مين؟ التي سيل. والتي سيل عشان تقدمها لها لازم يحصل لها اكتيفيشن الاول. هي عملت لها اكتيفيشن، التي سيل هتبتدي تزود على السيرفيس بتاعها كوستيميلاتوري موليكيول ثاني اسمه سي دي 40 ليجند. السي دي 40 ليجند هيمسك في الليجند، يبقى هيمسك في الحاجه اللي هي قبل الليجند، يعني مثلا سي دي 40 ليجند يبقى الليجند ده هيمسك في السي دي 40، فاست ليجند يبقى الليجند ده هيمسك في الفاست. فالسي دي 40 ليجند اللي على التي سيل هيمسك في السي دي 40 الموجود على البي سيل ويدي السكند سيجنال للبي سيل عشان يحصل لها اكتيفيشن. كده انا عندي البي سيلز خدت تو سيجنالز للاكتيفيشن بتوعها، خدت السيجنال الاولانيه اللي هو الانتيجين اللي ماسك في البي سيل ريسبتور، والسيجنال الثانيه اللي هي كوستيميلاتوري سيجنال اللي هي سي دي 40 ليجند على التي سيل ماسكت في السي دي 40 على البي سيل، زائد كمان التي سيل بتديها سايتوكاينز عشان يحصل لها اكتيفيشن زي الانترلوكين 4 والانترلوكين 5. كده البي سيل هيحصل لها حاجه اسمها كلونال سيلكشن، يعني انا هختار البي سيل دي او الكلون ده من البي سيلز او البي سيل اللي هي ليها السبيسيفيستي دي تحديدا للانتيجين ده، هختارها من كل البي سيلز عشان يحصل لها بروليفريشن اند ديفرنشيشن، يحصل لها مالتيبليكيشن وتديني خلايا كتيره بنفس السبيسيفيستي ويحصل لها ديفرنشيشن لنوعين من الخلايا. النوع الاولاني اللي هو البلازما سيلز، البلازما سيلز دي هي اللي هتطلع الانتي بوديز اللي كلها بنفس السبيسيفيستي بتاعه البي سيل اللي حصل لها اكتيفيشن، وهتديني ميموري سيلز اللي هي زي ما اتفقنا هتفضل قاعده عشان تديني ريسبونس اسرع واحسن لما البي سيل تشوف مره ثانيه الانتيجين لو حصل سبسيكوينت او ريكيرنت انفكشن. يبقى لو حبينا تو سمرايز مره تاني ايه اللي حصل في التي سيل ديبندنت اكتيفيشن اوف بي لينفوسايت، عندي البي لينفوسايت اتعرفت على الانتيجين الغريب ماسك في البي سيل ريسبتور وحصل انترنالايزيشن للانتيجين لجوه الخليه. هيحصل حاجتين، الحاجه الاولانيه انه
الانتيجين ده هيحصله بروسيسنج لبيبتايد صغيره، هتمسك في ال ام اتش سي كلاس 2 وتطلع على السيرفيس تبقى بريزنتد للتي سيلز، هتمسك في التي سيل ريسبتور وادت كده للتي سيل اول سيجنال للاكتيفيشن بتاع التي سيل، ناقصها السيجنال الثانيه اللي هي الكوستيمولاتري سيجنال. زي ما انتم شايفين في الاول البي 7 ما بيبقاش موجود على البي ليمفوسايتس، لما الانتيجين مسك في البي سيل ريسبتور تبتدي البي سيل تزود على السطح بتاعها البي 7، البي 7 هيمسك في السي دي 28 الموجود على التي سيلز فتديها السكند سيجنال فور اكتيفيشن، كده التي سيل يبتدي يحصل لها اكتيفيشن فتبتدي هي كمان تزود على السطح بتاعها السي دي 40 ليجند اللي ما كانش موجود في الصوره اللي فوق زي ما انتم شايفين، هي هتزود برضو السي دي 40 ليجند على السطح بتاعها، السي دي 40 ليجند هيمسك في السي دي 40 الموجود على البي سيل، يبقى كده البي سيل خدت برضو التو سيجنالز اللي هي محتاجاهم للاكتيفيشن، السيجنال الاولانيه اللي هي السبيسيفيك سيجنال العباره عن الانتيجين اللي مسك في البي سيل ريسبتور، والسيجنال الثانيه اللي هي الكوستيمولاتوري سيجنال اللي هي اديتها لها التي سيل اللي هي عباره عن السي دي 40 ليجند اللي مسك في السي دي 40 الموجود على البي سيل، وكمان بيساعد العمليه دي السيتوكاينز اللي بتطلعها التي سيلز اللي هي زي الانترلوكين 4 والانترلوكين 5. زي ما قلنا برضو انه بعد لما البي سيل خدت السيجنالز بتاعه الاكتيفيشن بتاعتها وكمان جات لها السيتوكاينز من التي سيلز هيحصل كلونال سيليكشن، البي سيل ده او الكلون ده من البي سيل انا اخترته من كل البي سيلز عشان يحصل له البروليفريشن والديفرنشيشن، عشان هتدينا تو سيلز اللي هم البلازما سيل اللي هتطلع لي الانتي بوديز والميموري سيلز اللي هتفضل قاعده في الجسم ومستنيه الانتيجين لما يخش مره تانية، والاثنين البلازما سيل والميموري سيلز الانتي بوديز اللي طالعه من البلازما سيل والميموري سيل الاثنين سبيسيفيك لنفس الانتيجين اللي هو عمل ستيميوليشن للبي سيلز ده دي في الاول. كده احنا عرفنا التي سيل ديبندنت انتيجينز، عرفنا التو سيجنالز بتوعي اللي هم السبيسيفيك سيجنال انتيجين مسك في البي سيل ريسبتور، وكانت السيجنال الثانيه اللي هي الكوستيميوليشن اللي هو اديتهولها التي سيلز بعد ما حصل لها اكتيفيشن بالتي سيل ديبندنت انتيجينز او اللي هي البروتين انتيجينز. طيب احنا قلنا ان في نوع ثاني من الانتيجينز يقدر يعمل اكتيفيشن البي سيلز اللي هو التي سيل اندبندنت انتيجينز، وقلنا ان ده بيبقى عباره عن بوليساكارايدز او ليبتس. طيب هنا السيجنال الاولانيه للبي سيل اكتيفيشن اللي هي عباره عن برضو ان الانتيجين مسك في البي سيل ريسبتور زي بالظبط في التي سيل ديبندنت انتيجينز. طب هنا انا ما بقاش عندي في تي سيل هيلب، ليه مش عندي تي سيل هيلب؟ لان زي ما قلنا انه البوليساكرايد والليبيد مش هتقدر تعمل اكتيفيشن للتي سيلز، التي سيلز ما تبقاش اكتيفيتد غير بالبروتين اللي هو بريزنتد بالانتيجين بريزنتنج سيلز على الام اتش سي. امال هنا مين اللي هيدي البي سيل السكند سيجنال فور اكتيفيشن؟ عندي في نوعين من السيجنالز ممكن حاجه منهم كافيه ان هي تعمل اكتيفيشن، زي ما انتم شايفين في الصوره انه السيجنال الثانيه ممكن تاخدها من الاكستنسيف كروس لينكج للريسبتورز. يعني ايه؟ يعني ان عندي يبقى في انتيجين في ريبيتنج ايبيتوبس، احنا عرفنا ان الايبيتوب اللي هو الجزء من الانتيجين اللي هيقدر يعمل هو جزء صغير في الاستراكشر، هو ده اللي فيه الهايست ديفرنس في بين الانتيجينز وبعضها اللي هيقدر يعمل ستيميوليشن للاميون سيستم. فلما يكون عندي انتيجينز الايبيتوب فيه مكرره نفس الايبيتوب ده ريبيتنج كتير يقدر يمسك او يعمل كروس لينكج لكذا بي سيل ريسبتور في نفس الوقت، زي ما انتم شايفين في الصوره ان اللي هو لونهم ازرق دول او لبني من فوق دول اللي هم الايبيتوبس ريبيتنج، قدرت تمسك في كذا بي سيل ريسبتور جنب بعض على البي سيل في نفس الوقت، دي ممكن انها تدي سكند سيجنال. يعني مش مجرد انه الانتيجين مسك في بي سيل ريسبتور، لا ده مسك في كذا بي سيل ريسبتور في نفس الوقت، فده كافي ان هو يعمل اكتيفيشن للبي سيلز. ودي من الكاركترز الموجوده في حاجه زي ال بي اس او اللي هو اللايبو بوليساكرايد بتاع الجرام نيجاتيف بس اللايب. ممكن برضو السيجنال الثانيه تيجي مش من الريبيتنج ايبيتوبس، لا دي تيجي من ان الانتيجين يمسك في انه يبقى عليه كومبلمنت ويمسك في الكومبلمنت ريسبتور الموجود على البي سيل. احنا اتفقنا انه البي سيل عليها كور ريسبتور من ضمنهم حاجه اسمها سي دي 21، قلنا برضو ان ده الوظيفه الثانيه ليه ان هو كومبلمنت ريسبتور، فممكن الانتيجين ده لو عليه كومبلمنت فيكسد عليه وقدر يمسك في الكومبلمنت ريسبتور اللي على البي سيل ده يديها سكند سيجنال.
او برضو البي سيل من ضمن الحاجات الموجوده عليها تول لايك ريسبتور. انتوا خدتوا ان التول لايك ريسبتور دي واحده من الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز الموجوده على الانيت اميون سيلز، فالبي سيلز برضو عليها تول لايك ريسبتور. ممكن البكتيريا لو عليها برودكت مسك في التي سيل ريسبتور ده ممكن يدي سكند سيجنال. يبقى انا في التي سيل اندبندنت انتيجن السيجنال الاولانيه انه مجرد الانتيجن مسك في بي سيل ريسبتور زي التي سيل ديبندنت انتيجن. طب انا هنا ما عنديش التي سيل هيلب بدلها، انا هاخد السكند سيجنال منين؟ عندي حاجه من اتنين، يا اما يحصل اكستنسيف كروس لينكج يعني الانتيجن فيه ريبيتنج ابيتوبس فمسك في كذا بي سيل ريسبتور في نفس الوقت، او انه الانتيجن ده عليه المسك او فيكسد عليه الكومبلمنت والكومبلمنت ماسك في الكومبلمنت ريسبتور، او الانتيجن ده قدر ان هو يمسك في التول لايك ريسبتور الموجوده على البي سيل. اي حاجه من دول ممكن تدي سكند سيجنال لل بي سيل اكتيفيشن، ويحصل اكتيفيشن هنا للبي سيل without the need of تي سيل هيلب. طيب هنا هل هيختلف التي سيل ديبندنت اكتيفيشن عن الاندبندنت اكتيفيشن؟ انه بعد ما خدت هنا البي سيلز التو سيجنالز بتوعها من غير التي سيل هيلب هيحصل برضو كلونال سيلكشن وهيحصل بروليفريشن، بس هنا هتديني بلازما سيلز مش هتديني ميموري سيلز، هيكون بس بلازما سيلز اللي هتطلع لي الانتي بوديز اللي هي ويل اتاك الانتيجين الغريب اللي دخل، لكن مش هيكون ميموري سيل زي ما حصل في التي سيل ديبندنت، لان هي بتحتاج للتي سيل هيلب وبتحتاج للسيجنال اللي هي اديتها السي دي 40 ليجند للبي سيل عشان تتكون الميموري سيل. برضو عايزاكم تفكروا في الكومباريزون دي من غير ما تسمعوني الاول، من الكلام اللي احنا قلناه ايه الفرق بين التي سيل ديبندنت والتي سيل اندبندنت انتيجنز. اول حاجه الكيميكال نيتشر، احنا قلنا الديبندنت ده بيبقى نوعه ايه؟ بيبقى نوعه بروتين، لان هي دي الوحيده اللي تقدر تعمل اكتيفيشن التي سيلز. انما في الاندبندنت اللي هي البوليساكارايدز والليبيدز، البوليساكارايدز عشان هي اللي فيها ريبيتنج ايبيتوبس ممكن تقدر تعمل اكتيفيشن على طول، و في نفس الوقت دي ما تقدرش تعمل اكتيفيشن للتي سيلز، فهنا ما بيبقاش في تي سيل هيلب. دي برضو اللي هي الفرق التاني اللي احنا لسه قايلينه اهو، نيد فور تي سيل هيلب، مين اللي بيحتاج للتي سيل هيلب في الاكتيفيشن؟ التي سيل ديبندنت بتحتاج، الاندبندنت لا. طيب الانتي بودي كلاس بروديوس، الانتي بوديز ليها زي ما قلنا 5 كلاسز، الاي جي جي وام ودي واي واي. يا ترى مين اللي بيطلع في الديبندنت ومين في الاندبندنت؟ الديبندنت كل الكلاسز ممكن تطلع طالما في تي سيل هيلب، اي كلاس من الكلاسز ممكن تطلع، لانه بيحصل حاجه اسمها كلاس سويتشنج. كلاس سويتشنج يعني انا اغير الكلاس اطلع اي جي ام وبعد شويه اعمل البي سيل بدل ما بتطلع اي جي ام تبتدي تطلع اي جي جي او تطلع اي نوع تاني. ده علشان يحصل انا ببقى محتاجه للسيجنال اللي هي اديتها السي دي 40 ليجند الموجود على التي سيل للبي سيل، دي ما بتبقاش موجوده في التي سيل اندبندنت وبالتالي ما بيحصلش الكلاس سويتشنج، فبتفضل تطلع نوع واحد اللي هو اول نوع دايما بيطلع من الانتي بادز اللي هو الاي جي ام، ما بتدينيش اي نوع تاني. انما تي سيل ديبندنت انتيجنز ممكن يطلع منها او يبقى فيها انواع كلها من او كل الكلاسز بتاعه الانتي بادز ممكن تتكون. الفرق اللي بعد كده الميموري بي، زي ما اتفقنا انه الميموري بي سيلز بتتكون بس في مين؟ في التي سيل ديبندنت، لان هو زي الكلاس سويتشنج ديفلوبمنت اوف ميموري بي سيلز برضو بيحتاج للسيجنال اللي هي بتديها السي دي 40 ليجند الموجوده على التي سيلز اللي بتقدمها للبي سيلز في حاله التي سيل ديبندنت انتيجنز. طيب الافينيتي ماتوريشن، افينيتي ماتوريشن ده بيحصل في التي سيل ديبندنت مش التي سيل اندبندنت انتيجن. يعني ايه الافينيتي ماتوريشن؟ هتكلم عليها السلايد الجايه، بس هو الافينيتي ماتوريشن برضو زي الكلاس سويتشنج وزي الميموري بي سيل فورميشن بيحتاجوا للسيجنال اللي بتديها السي دي 40 ليجند الموجوده على التي سيل اللي بتديها عشان تساعد البي سيل يحصل لها اكتيفيشن. فنقدر نقول من الكلام ده انه طبعا البروتين انتيجنز هي اقدر على ان هي تديني immune response اقوى ويقعد فتره اطول ونبقى في memory formation ويدينا انواع كتيره من الانتيبوديز، لان هي الوحيده اللي قدرت انها تعمل اكتيفيشن للتي سيل، والتي سيل ادت الكو ستيميوليشن اللي هو السي دي 40 ليجند للبي سيل عشان يحصل الكلاس سويتشنج والميموري بي فورميشن والافينيتي ماتوريشن اللي بيحصل مع التي سيل ديبندنت انتيجن وما بيحصلش مع الاندبندنت انتيجن.
ايه الافينيتي ماتيوريشن؟ ماتيوريشن يعني نضوج، او الحاجه مع الوقت تبقى احسن. افينيتي خدناها قبل كده، الافينيتي والافينيتي. الافينيتي اللي هي السترينث او القوه اللي بيمسك فيها بيمسك بيها الانتي بادي او الريسبتور في الانتيجين بتاعه. الاول زي ما انتم شايفين في الصوره من فوق الانيشال بي سيل بوبيوليشن، عندي بي سيلز عليها ريسبتورز مختلفه لكل الانتيجينز. الانتيجين اللي دخل هيختار البي سيل اللي هي ليها نفس السبيسيفيستي، اللي هي الريسبتور بتاعها يقدر يمسك في الانتيجين ده، ويبتدي يحصل سيلكشن للكلون ده من البي سيلز، ويحصل له بروليفريشن زي ما انتم شايفين في الصف اللي بعده من الخلايا. كانت شبهها وتقدر تمسك فيها. لما يخش الانتيجين مره تاني هيختار اكتر واحده منهم تشبهه، ويحصل له بروليفريشن. ففي كل مره انا بحسن الافينيتي بيزيد او بيحصل بروليفريشن للبي سيل اللي عليها ريسبتور مناسب اكتر للانتيجين ده اللي بقول عليه الافينيتي ماتيوريشن. وده زي ما اتفقنا عشان يحصل انا محتاجه للسيجنال بتاعه السي دي 40 ليجند الموجوده على التي سيل اللي هيمسك في الفورتي الموجود على البي سيل في التي سيل ديبندنت انتيجين. طيب في ثلاث اسئله عايزاكم تفكروا فيهم، هنتكلم عنهم في السلايدز الجايه، اللي هي احنا كنا اتكلمنا على البي سيل سيرفيس مولكيولز، عرفنا اتكلمنا على البي سيل ريسبتور والاستراكشر بتاعه، عرفنا السيجنال ترانزاكشن كومبلكس، وقلت لكم ان في اذر ماركرز او اذر مولكيولز موجوده على البي سيلز، وقلنا هنخليها بعد الاكتيفيشن. من الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الاكتيفيشن والسيجنالز عايزاكم تفكروا كده، ايه المولكيولز التانية اللي موجودة على البي سيل سيرفيس وايه اهميتها، وهتكلم عنها في السلايد الجاي ان شاء الله. برضو عايزاكم تقولوا لي من الكلام اللي احنا قلناه، why don't affinity maturation plus switching and memory cell formation occur with T cell independent antigens. وهنتكلم بعد ال characters of B lymphocytes على لما اتكلمنا هنتكلم على البي سيل سيرفيس مولكيولز اللي احنا قلنا هنحكي عليها. هنتكلم بعدها على الاميونوجلوبولينز، بنقول ان الاميونوجلوبولينز او الانتي بوديز موجوده في تو فورمز في الجسم، ايه هم النوعين دول فكروا فيهم وهنتكلم عنهم في السلايدز الجايه ان شاء الله. بعد ما خدنا البي سيل اكتيفيشن نقدر اننا دلوقتي نفكر في ايه السيرفيس مولكيولز الموجوده على البي سيلز. اول حاجه عندي قلنا عشان يحصل اكتيفيشن البي سيل انا محتاجه لانتيجين يمسك في البي سيل ريسبتور، وهو اللي بيحدد السبيسيفيستي بتاعه البي سيل. فعندي على سطح البي سيل في البي سيل ريسبتور، وعندي كمان سيجنال ترانزاكشن كومبلكس اللي هو بينقل لي الاشاره او السيجنال للبي سيلز، وبيقول ان في حاجه مسكت في البي سيل ريسبتور. السيجنال ترانزاكشن كومبلكس زي ما قلنا اللي هو عباره عن اميونوجلوبولين الفا اند بيتا تشينز، ومعاها كو ريسبتور اللي هو سي دي 19 سي دي 21 اند سي دي 81. كمان قلنا انه سي دي 21 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكومبلمنت ريسبتور. لما اتكلمنا على التي سيل اندبندنت انتيجين قلنا ان هو ممكن يدي السكند سيجنال فور اكتيفيشن اوف بي سيل. قلنا مين تاني ممكن يدي سكند سيجنال؟ التول لايك ريسبتور. يبقى معنى كده انه عندي في كمان ممكن يبقى موجود على البي سيل سيرفيس تول لايك ريسبتورز. طيب لو كان في عندي تي سيل ديبندنت انتيجين ايه السيجنال الثانيه؟ قلنا عشان يحصل اكتيفيشن للبي سيل انا محتاجه للتي سيل هيلب، وعلشان يحصل اكتيفيشن للبي سيل انا محتاجه للتي سيل هيلب. فهنا البي سيل هتساعد في التي سيل اكتيفيشن بانها تديها سكند سيجنال، ان هي عباره عن ان البي 7 الموجود على البي سيل هيمسك في السي دي 28 الموجود على التي سيل، فيبقى البي سيل عليها برضو بي 7. افتكروا بي وبي، ان هنا البي 7 موجود على البي سيل، وهنا البي سيل هتعمل اكتيفيشن للتي سيل. حصل اكتيفيشن للتي سيل هتعمل اكتيفيشن للبي سيل ازاي؟ ان هو التي سيل عليها السي دي 40 ليجند، الليجند هو اللي هيمسك في الحاجه اللي موجوده على البي سيل اللي هي السي دي 40 ويعمل لها اكتيفيشن. يبقى انا كده البي سيل عليها البي 7 وعليها السي دي 40 اللي هيمسك في ال 40 ليجند الموجود على التي سيل. برضو عشان يحصل اكتيفيشن للتي سيل قلنا ان البي سيل بتقدم الانتيجين على الام اتش سي كلاس 2 للتي سيل، فهي البي سيل عليها ام اتش سي برضو عليها ام اتش سي كلاس 2 وعليها كلاس 1 زي اي ام اتش سي كلاس 1 موجود على كل النيوكليتد سيل عشان يقدم اي انترا سيلولار انتيجين.
لان البي سيل زي اي سيل ممكن يحصل فيها تيومر، ممكن يحصل فيها فايرال انفكشن. فالام اتش تي كلاس 1 هتاخده انه موجود على كل النيوكليتد سيلز، والام اتش تي كلاس 2 موجود على الانتيجين بريزنتنج سيلز. الاميونوجلوبولينز دي عباره عن بروتينز جاما جلوبولينز، جايه منين او ايه السيل اللي بتعملها برودكشن؟ زي ما قلنا انه لما حصل اكتيفيشن البي سيل، البي سيل مش هي اللي بتطلع الاميونوجلوبولينز، لا حصل لها ديفرنشيشن وادتني بلازما سيلز. البلازما سيلز هي اللي طلعت لي الاميونوجلوبولينز او اللي هي الانتي بودز. الانتي بودز اللي طلعت دي رياكت سبيسيفيكالي مع انهي انتيجين؟ مع الانتيجين ذات ستيمولييتد ذير برودكشن. هو عمل في الاساس اكتيفيشن للبي سيل، هتبقى الانتي بودز ليها طبعا نفس السبيسيفيتي بتاع البي سيل اللي هي حصل لها اكتيفيشن في الاول. زي ما قلنا ان الاميونوجلوبولين موجود في الجسم في تو فورمز. ايه التو فورمز دول؟ احنا لو فكرنا هنعرفهم، احنا خدنا انه في اميونوجلوبولين موجود على السيرفيس بتاع البي سيل، وده دوره ايه؟ قلنا اكت از ا بي سيل ريسبتور، وفايدته انه يمسك فيه الانتيجين اللي هيعمل اكتيفيشن للبي سيل. والحاجه الثانيه في منه سيكريتد بروتين اللي هو بيبقى موجود في السيركيوليشن، واللي بيعمل الافكتور فانكشن بتاعه الاميونوجلوبولينز اللي هنحكي عليها بعد شويه. يبقى انا لو سالتكم يا ترى الممبرين باوند اميونوجلوبولين الموجود على البي سيل سيرفيس، واللي اتفقنا ان هو وظيفته ان هو اكت از ا بي سيل ريسبتور، يا ترى هل الاميونوجلوبولين اللي على البي سيل ريسبتور هتبقى الانتيجين سبيسيفيتي بتاعته زي ولا مختلفه عن الانتي بودي اللي هيبقى سيكريتد بعد كده بالبلازما سيل لما يحصل اكتيفيشن للبي سيل دي؟ طبعا زي ما قلنا انه هيبقوا ليهم نفس السبيسيفيتي، الاميونوجلوبولين اللي طالع والميموري بي سيلز اللي اتكونت هيبقى ليها نفس السبيسيفيتي بتاع البي سيل اللي حصل لها اكتيفيشن بالانتيجين في الاول. ايه الاستراكشر بقى بتاع الاميونوجلوبولينز او الانتي بوديز؟ الاميونوجلوبولينز تتكون من 4 بوليبيبتايد تشينز، اتنين اللي من بره في الصوره دول اللي لونهم بينك اللي هم قصيرين او لايت او خفاف او مسميهم لايت تشينز، والاثنين اللي في الصوره من جوه لونهم ازرق دول اللي هم الكبار او التقال اللي بقول عليهم هيفي تشينز. البوليبيبتايد تشينز دول بيبقوا اسمبلد وبيدوني شكل حرف الواي اللي انتم شايفينه. اللايت تشين بتبقى ماسكه في الهيفي تشينز بدايسلفايد بونز، والتو هيفي تشينز بيمسكوا في بعض برضو بدايسلفايد بونز. كل تشين من دول بتبقى متقسمه لدومينز، جزء بيبقى فاريبل وجزء كونستنت. فاريبل يعني في اختلاف كبير، بيختلف من اميونوجلوبولين للتاني حسب ايه؟ حسب ايه الانتيجين اللي هيمسك فيها، هو ده اللي بيحدد السبيسيفيتي بتاعه الانتي بودي او اللي هو فيه الجزء المسؤول عن الانتيجين بايندينج اللي هو الانتيجين بايندينج سايت. وفي جزء بيبقى دومينز بتبقى كونستنت، بيبقى ثابته ما بتختلفش باختلاف الانتيجين اللي هيمسك في الاميونوجلوبولين، بتختلف بس حسب الكلاس اوف اميونوجلوبولين او تايب اوف انتي بادي. يعني الاي جي جي بيبقى الكونستنت ريجونز الاستراكشر بتاعها مختلف عن الاي جي ام، ومختلف عن الاي جي دي، مختلف عن الاي جي اي. الحاجه الثانيه اللي هي عددهم قد ايه، اللايت تشين فيها 1 فاريبل لايت و1 كونستنت لايت، الهيفي تشين بتبقى متقسمه ل1 فاريبل دومين و3 او 4 كونستنت دومينز حسب نوع الاميونوجلوبولين. دي صوره ثانيه بتبين لي ستراكشر اوف اميونوجلوبولين، هنا بيبان فيها الدومينز اللي قلنا عليها اللي هي الفاريبل والكونستنت دومينز. هنا ده بتبين لي اكتر شكلها، لان هي ما بتبقاش شكلها زي الصوره اللي فاتت، هي بتبقى فولدد علشان بيبقى في دايسلفايد بونز موجوده جوه اللايت والهيفي تشينز، بتخلي في فولدنج في الدومينز زي ما انتم شايفين في الصوره. زي ما اتفقنا انه الفاريبل دومينز اللي هي الفاريبل هيفي والفاريبل لايت مع بعض هم دول مسؤولين عن الانتيجين بايندنج، وهما اللي بيحددوا لي الانتيجين سبيسيفيتيز بتاعه الاميونوجلوبولين اللي هي بسميها ايديوتايب. ايديوتايب يعني ايه؟ الانتيجين سبيسيفيتي بتاعه الانتي بودي او الانتي بودي تايب دي هتمسك في انهي انتيجين. يبقى الجزء الفاريبل او الفاريبل دومينز ده اللي ديترماين الايديوتايبس، الجزء اللي بالاخضر او الكونستنت دومينز دي اللي بتحدد لي الايزوتايب او ايه الكلاس بتاعه الاميونوجلوبولين، هل هي اي جي جي ولا اي جي ام ولا اي جي دي ولا اي ولا ايه. بيبقى اختلاف الاستراكشر بتاع الكونستنت دومينز هو اللي بيحدد لي هتبقى انهي ايزوتايب. في حاجه ثانيه مهمه اللي هي حاجه اسمها هنج ريجون، دي موجوده ما بين كونستنت هيفي 1 وكونستنت هيفي 2.
دي بيبقى ريجون الامينو اسيدز الموجوده فيه يونيك عن باقي الامينو اسيدز الموجوده في الاميونوجلوبولين. دي بتدي فليكسيبيليتي في الريجون دي عاليه جدا، بتخلي التو ارمز اللي فيهم الانتيجين بايندينج سايتس يقدروا يتحركوا بحريه عشان يمسكوا في تو ايبيتوبس قريبين من بعض او بعاد عن بعض في الانتيجين في نفس الوقت. يبقى ايه الفرق بين الايزوتيبك ديفرنسز والايديوتيبك ديفرنسز؟ زي ما قلنا الايزوتيبك ديفرنسز دي عباره عن ان في ستراكشرال فاريشن موجوده في الكونستنت ريجونز بتاعه الهيفي تشين، ودي اللي بتحدد لي الكلاس او الايزوتايب بتاع الاميونوجلوبولين هنا هيبقى اي جي جي ولا ام ولا دي ولا اي ولا اي. والايديوتيبك ديفرنسز دي بتبقى فاريشن موجوده في الفاريبل ريجون بتاع اللايت والهيفي تشينز، ودي اللي بتحدد لي الـ specificities of antigen binding of immunoglobulin. لو انا عرضت الاميونوجلوبولين لحاجة اسمها بابين انزيم، بابين انزيم ده عبارة عن بروتيوليتك انزيم بيعمل بروتيوليسيز للاميونوجلوبولين عند الهنج ريجون، هيديني 3 fragments زي ما انتم شايفين في الصورة اللي فوق، الـ 2 fab fragments 1 fc fragment. فاب دي اختصار fragment of antigen binding لان هما فيهم الانتيجين binding سايت اللي احنا قلنا عليهم، فهيبقى عندي في 2 فاب fragments و 1 fc fragment دي اختصار fragment crystallizable. الاثنين فاب لو حبينا نفكر ايه الاستراكشر بتاعهم زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هي عبارة عن كل فاب فيها variable light و variable heavy وفيها constant light وفيها constant heavy 1 اول constant domain في الهيفي تشين. ايه فايدته؟ زي ما قلنا ان فيهم الانتيجين binding sites هم مسؤولين عن الانتيجين recognition. الجزء اللي هو الاف سي اللي موجود من تحت ده اللي هو في constant heavy domains 2 و 3، وممكن لو كمان الاميونوجلوبولين فيه 4 يبقى فيها constant heavy 4، ودول مسؤولين عن معظم الافكتور فانكشنز اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية اللي بتعملها الاميونوجلوبولين عشان تتخلص من الحاجة الغريبة اللي دخلت الجسم. زي ما احنا قلنا قبل كده ان في 5 classes او بقول عليهم isotypes of immunoglobulins اللي هم IgG, IgE, IgD, IgM و IgA، وقلنا ان الاختلاف هنا بيبقى في انهي جزء، في ال constant regions هي دي اللي بتحدد ال isotypes بتاعة الاميونوجلوبولينز اللي هي موجودة في الهيفي تشين. في الاي جي جي بيبقى الهيفي تشين الموجودة بقول عليها جاما تشين، وفي الاي جي اي بتبقى ايبسلون، والدي بتبقى دلتا، والام بتبقى ميو تشين، والاي بتبقى الفا تشين. ايه الفرق بين الفايف ايزوتايبس اوف اميونوجلوبولين اللي قلنا عليها؟ اول حاجه من حيث نسبة كل واحده منهم في السيرم، هي اعلى حاجه اللي هي الاي جي جي بتبقى حوالي 75% من الاميونوجلوبولينز بتبقى عباره عن اي جي جي، يليها الاي جي اي وبعدين الاي جي ام، وقليل قوي او اقل حاجه اللي هي الاي جي دي والاي جي اي. بالنسبه للهاف لايف او كل واحده بتقعد قد ايه، حوالي الاي جي جي بتقعد تقريبا 23 يوم، دي اعلى واحده، وممكن ده بيكون بيفسر ليه هي اعلى نسبه في السيرم، يليها الاي جي اي والاي جي ام، واقل حاجه الاي والدي. الفورمز بتاعتهم تقريبا اغلبهم بيبقى مونوميريك، يعني 1 مولكيول بس موجود منها، ما عدا الاي جي ام بتبقى بنتاميريك الفورم اللي هي موجوده في السيركيوليشن، لكن اتفقنا ان موجود على البي سيل ريسبتور. الاي جي ام بتبقى مونوميريك. الاي جي اي في منها 2 فورمز، مونوميريك فورم اللي هي موجوده في السيرم، وفي منها دايميريك فورم من 2 مولكيولز اللي هي موجوده في السكريشن. الانتيجين بايندينج سايتس زي ما انتم شايفين في الصوره، المونوميريك بيبقى فيه يقدر يمسك في 2 انتيجينز في نفس الوقت، فيبقى في 2 انتيجين بايندينج سايتس. الاي جي ام بما انه بنتاميريك يعني في 5 مولكيولز، وكل مولكيول يقدر يمسك في 2 انتيجينز، فيبقى في 10 انتيجين بايندينج سايتس. الاي جي اي حسب، لو كان مونوميريك يبقى هيمسك في 2، لو كان دايميريك يبقى يقدر يمسك في 4. الاي جي اي بما انه هو والدي مونوميريك فيهم 1 مولكيول، يبقى الاثنين يقدروا يمسكوا في 2 انتيجين سايت، يعني فيهم 2 انتيجين بايندينج سايتس بس.
المولاكيولار ويت برضو ممكن نتخيله انه اكتر واحد هيبقى المولاكيولار ويت بتاعته اكيد الاي جي ام، لان هو بنت امريكا، هيبقى حوالي 900,000، ويليها الاي جي اي طبعا اللي هو الدايميريك، بعد كده الباقيين متقاربين، يعني هلاقي اكبرهم الاي جي دي اللي هو 185 والاي جي اي 200، وبعد كده اقل حاجه اللي هو الاي جي جي اللي هو 150. ايه التايب اوف هيفي تشين اللي موجوده في الاميونوجلوبولينز دي؟ زي ما قلنا الاي جي جي في جاما، الام ميو، الاي الفا، الاي ابسلون، والدي دلتا. هل في سب كلاسز منهم؟ الاي جي جي في 4 سب كلاسز من الاي جي جي، اي جي 1 و 2 3 4. الاي في منه 2، انما الام والاي والدي ما فيش منهم سب كلاسز. مين فيهم جي تشين؟ ايه الجي تشين دي؟ اللي هي الجويننج تشين، لما يبقى الاميونوجلوبولين في اكتر من مولكيول بيبقى محتاج لتشين تمسك المولكيولز دي في بعض، فبالتالي هو موجود في البنتاميريك اي جي ام، وموجود في الدايميريك اي جي اي، والباقي كله ما فيهوش الجي تشين. ايه الكاركترستيك فانكشنز بتاعه الاميونوجلوبولينز؟ يعني مثلا الاي جي اي من الحاجات المميزه ليه جدا ان هو بيبقى موجود في الميوكوزا وفي السكريشن، بيعمل بروتكشن للميوكوزا بتاعه الريسبيراتوري تراكت بتاعه الجي اي تي من الريسبيراتوري والجي اي تي انفكشنز، وعشان يقدر يبقى موجود في السكريشنز لازم يبقى في حاجه اسمها سكريتوري بيس، وكمان غير السكريشنز والميوكوزا بيبقى موجود كمان في الكوليستروم والبريست ميلك، بيتنقل من الام للبيبي وبيديه اميونيتي، عشان كده ده دايما يقولوا الرضاعه الطبيعيه مهمه. طيب بالنسبه للاي جي جي، مهم ان هو الوحيد الامينوجلوبين الوحيد اللي بيقدر يعدي البلاسينتا. البي سيل ريسبتور قلنا انه موجود، الاي جي ام والاي جي دي هما اللي بيبقوا موجودين على البي سيل سيرفيس واكت اس بي سيل ريسبتورز. لما هناخد البرايمري والسكندري اميون ريسبونسز، البرايمري يعني اول مره دخل الانتيجين ايه نوع الاميونوجلوبين اللي هيكون، ولو دخل مره تانية نفس الانتيجين ايه الانتي بادي اللي هيكون. اول مره زي ما قلنا اول انتي بادي بيتكون دايما هو الاي جي ام، وقلنا بعد كده بيحصل كلاس سويتشنج، بيبقى مينلي اهم انتي بادي موجود في السكند اميون ريسبونس هو الاي جي جي. الاي جي اي ما جبناش سيرته في اي حاجه غير انه بنقول انه ليه دور في الالرجي وفي البارازايت الاميونيتي اجينست بارازيتك انفكشن. يبقى الاي جي دي ما قلناش عليه حاجه غير البي سيل ريسبتور ان هو اكت از ا بي سيل ريسبتور، والاي جي اي انه ليه دور في البارازيتك اميونيتي وليه دور كمان في الهايبر سنسيتيفيتي او الالرجي. برضو من ضمن الفانكشنز المهمه الكومبلمنت فيكسيشن والاجلوتينيشن. اجلوتينيشن معناها ان الانتي بادي يمسك في كذا اورجانيزم في نفس الوقت مع بعض ويعمل لهم اجلوتينيشن مع بعض. مين الانتي بادي اللي يقدر يمسك الميكروبس مع بعض في نفس الوقت كده اسهل؟ اللي هو الاي جي ام طبعا، ان هو بنتاميريك وفي 10 انتيجين بايندينج سايتس، فهيبقى سهل عليه انه يمسك الميكروبس في نفس الوقت ويعمل لها اجلوتينيشن. برضو اللي هي الكومبلمنت فيكسيشن عشان يحصل محتاج انه اكتر من انتي بادي يجوا جنب بعض ويمسكوا في الانتيجين عشان يقدر يحصل فيكسيشن للكومبلمنت. فمين اللي هيبقى فيه كذا مولكيول يقدروا يمسكوا في اكتر من انتيجين ويبقوا جنب بعض؟ طبعا هو الاي جي ام، وبالتالي هو اكتر واحد في الاميونوجلوبولينز يقدر يعمل كومبلمنت فيكسيشن واجلوتينيشن. الاي جي جي والاي جي اي برضو بيقدروا يعملوا اجلوتينيشن وكومبلمنت فيكسيشن، لكن طبعا اقل من الاي جي ام. الكومبلمنت فيكسيشن في الاي جي جي والاي جي ام بيبقى عن طريق الكلاسيكال باث واي، الاي جي اي بيبقى عن طريق الالترناتيف باث واي زي ما انتوا خدتوا في الكومبلمنت فيكسيشن. برضو من ضمن الفانكشنز اللي هي الاوبسونايزيشن والاي دي سي سي، ودول ما بيقدرش يعملهم غير الاي جي جي لان هو الوحيد اللي ليه اف سي ريسبتورز موجوده على السيلز اللي هي الفاجوسيتك سيلز والسيلز اللي تقدر تعمل اي دي سي سي زي ما انتوا خدتوا في الانيت اميونيتي. لو حبينا نجمع ايه الاميونوجلوبولينز اللي في النيو بورن وليها دور مهم في النيو بورن، اول حاجه في حاجات بياخدها من مامته اللي هي الاي جي جي، ده الوحيد زي ما قلنا اللي كان كروس البلاسينتا عشان
في اف سي ريسبتورز للاي جي جي موجوده على البلاسينتا، وده بيدي بروتكشن للفيتس في اول 6 ل 9 شهور بعد الولاده، وبيبقى الموست اباندنت في الفيتس. الاميونوجلوبولين الثاني اللي هو الاي جي اي ده بيقدر يعدي زي ما قلنا في الكوليستروم او البريست ميلك، وبيدي جي اي تي بروتكشن للبيبي. الاي جي ام هو اول انتي بودي بيتكون في الفيتس، فلما بلاقيه عالي في الطفل ده بيعني انه كان في انتراوتراين انفكشن، لان هو ما بيعديش من المادر للفيتس. فلو الام عندها انفكشن معين وعايز اعرف هل الطفل خد الانفكشن ولا لا، ما ينفعش اشوف الاي جي جي لان هلاقيه موجود طبعا علشان عدى من البلاسينتا، لكن هشوف الاي جي ام لو لقيته عالي ده معناه ان الفيتس حصل فيه انتراوتراين انفكشن. طب لو حبينا كده نتأكد ان احنا فهمنا الاكتيفيشن بتاع البي سيلز والاميونوجلوبولينز، ناخد سؤالين صغيرين. السؤال الاولاني: which of the following two signals are essential for B cell activation by T cell dependent antigens؟ اركز واخد بالي من السؤال كويس، هو بيقول لي signals for B cell activation، ما قاليش for T cell activation by B cells، هو بيقول لي B cell activation by T cell. الاختيار الاولاني بيقول لي specific antigen binding to B cell receptor complement receptor interaction، ولا specific antigen binding to B cell receptor CD40 ligand CD40 interaction، specific antigen binding to B cell receptor CD28 B7 interaction، ولا B cell receptor engagement to peptide MHC activated T cell cytokines. فكروا فيها الاول وبعدين اسمعوا الاجابة. لو مسكنا واحدة واحدة، احنا الاول اتفقنا انه عشان يحصل B cell activation او T cell activation الاثنين انا محتاجة انتجن يمسك في بي سيل ريسبتور، تمام؟ فهو موجود في في الاجابات كلها. اول حاجه اللي هو انتجن بايندينج للبي سيل ريسبتور، بس هنا في البي سيل اكتيفيشن الثلاثه الاولانيين سبيسيفيك انتجن بايندينج تو بي سيل ريسبتور، واخر واحده بي سيل انجيجمنت تو بيبتايد ام اتش سي. هل البي سيل عشان يحصل لها اكتيفيشن محتاجه لانتجن يكون لازم بيبتايد بريزنتد مع الام اتش سي؟ لا، مين اللي بيحتاج الكلام ده؟ التي سيلز. فبالتالي اول اجابه غلط طبعا. نشوف الثلاث اجابات الاولانيين بقى. احنا خدنا كده الفيرست سيجنال اللي هي سبيسيفيك انتيجن بايندينج تو بي سيل ريسبتور. السيجنال الثانيه انا السؤال بيقول لي تي سيل ديبندنت ولا اندبندنت ديبندنت انتيجن، فبالتالي هل فيها الكومبلمنت كومبلمنت ريسبتور انتراكشن؟ لا، احنا قلنا الكومبلمنت كومبلمنت ريسبتور انتراكشن، التول لايك ريسبتور انتراكشن، او الاكستنسيف كروس لينكج، دول كانوا مع التي سيل اندبندنت انتيجنز، فبرضه يبقى اول واحده غلط. بقي عندي حاجتين اللي هي بي سيل ريسبتور ماسك في انتيجن وقايل لي معاها كوستيمولاتوري مولكيولز، واحده فيها تي دي 40 ليجند ماسكه في سي دي 40 والثانيه سي دي 28 مع بي 7، الاثنين قلناهم في الاكتيفيشن بتاع البي سيل، بس واحدة قلناها عشان البي سيل تقدر تعمل اكتيفيشن للتي سيل، وواحدة عشان التي سيل تقدر تعمل اكتيفيشن للبي سيل. احنا هنا في السؤال بقول عايزة بي سيل اكتيفيشن باي تي سيل، مين في الكوستيمولاتوري موكيولز دي؟ قلنا اني محتاجاه عشان يحصل اكتيفيشن البي سيل اللي هو السي دي 40 ليجند سي دي 40، البي 7 مع السي دي 28 دي قلنا عشان البي سيل تعمل اكتيفيشن للتي سيل في الاول، عشان التي سيل لما يحصل لها اكتيفيشن تقدر تساعد البي سيل انه يحصل لها اكتيفيشن. فالاجابه عندي هتبقى بي سبيسيفيك انتيجن بايندينج تو بي سيل ريسبتور مع سي دي 40 ليجند سي دي 40 انتراكشن. السؤال الثاني: ذا بريدومينانت انتي بودي ايزوتايب ان اكسترنال سيكريشنز ذات كان نيوترلايز باثوجينز اند توكسينز اند بريفنت ذير انتراكشن وذ ميوكوزال سيرفيسز از ويتش تايب؟ احنا قلنا مين اللي بيبقى موجود في السكريشنز وموجود في الميوكوزا وبيدي اميونيتي للريسبيراتوري تراكت وللجي اي تي ولكل الميوكوزا سيرفيسز اللي هو طبعا الاي جي اي. كده احنا خلصنا المحاضره الثانيه في الهيومرال اميونيتي، بقى لنا محاضره واحده ان شاء الله هنتكلم فيها على الافكتور فانكشنز اوف اميونوجلوبولينز، وهنتكلم على الديفلوبمنت اوف بي ليمفوسايتس وعلى الاوريجين اوف اميونوجلوبولين دايفرسيتي.